وفي التقارب بين الناس وبين البشر. ان شاء الله احنا راحين نفكر باش في المستقبل نوجدوا مقر يليق بوكاله الانباء، لانها وكاله راهي هي الوكاله الرسميه هنا في الجزائر. نشوفوا باذن الله، واليوم راهي في وهران، يعني المكتب الجهوي الثاني بعد العاصمه. لهذا احنا نفكر باش يكون عندهم في المستقبل مقر جديد. وكذلك بالنسبه لدائما لوكاله الانباء الجزائريه، كمان نعطيكم خبر فيها ان ستاتيو اللي راه يتحضر عن قريب باذن الله السنه الحاليه 2023 يكون ستاتيو جديد تاع وكاله الانباء الجزائريه. بالنسبه لمؤسسه الطباعه، انا زرناها ودرنا بعض الملاحظات، لان مؤسسه الطباعه تاع الغرب راهي اليوم تطبع الجرائد فقط، وهذا شيء غير كافي. وحنا طلبنا من كل المطابع باش ينوعوا النشاطات تاعهم